من داخل العراق. والفنان التشكيلي وصف الفضلي، وأدعو زميلين للحضور مع الشطر. شاهدنا 28 فيلم، وبطبيعة الحال مجرد وجود فيلم في المسابقة هو دليل على يعني ميزة هذا الفيلم من كل النواحي، ولكن يعتبر أيضا يعني مجرد قبول فيلم في المسابقة هو نوع أيضا من الجائزة ونوع من التكريم. لكن بطبيعة الحال من 28 فيلم حسب النظام الداخلي وتنظيم إدارة المهرجان بالقمرة، أمام لجنة التحكيم منح فقط 5 جوائز، 4 جوائز، واحدة منها تسمى جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة تنويه بفيلم يستحق الجائزة، لكن مع شديد الأسف لا توجد مثل هذه الجائزة. وعلى هذا الأساس يسر لجنة التحكيم أن تنوه بالفيلم الروائي الأنفاس الأخيرة للمخرج مهند حسن. وأدعو زميلي الناقد السينمائي كاظم السلوم ليمنح جائزة لجنة التحكيم الخاصة. جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى الفيلم الروائي سبية للمخرج ضياء جودة. وتنويه بسيط، الفيلم عرض قبل لحظات، الفيلم عرض وهو ناقص 3 مشاهد وهي المهمة حتى تكتمل الصورة عند المشاهدين. احنا كلجنة شفناه لكن للأسف أنا ما نعرض كامل. الفيلم يستحق الجائزة. شكرا. الجائزة الثالثة يقدمها زميلي الفنان التشكيلي وصف الفضلي. تفضل. السلام عليكم.
الثالث برجع القوة السينمائي هو فيلم الوثائقي الحالم لمالك الزهير. كانت تتنافس على الجوائز، لكن لا ليس في اليد حيلة، أكو 4 جوائز والتنويه فقط. الجائزة الثانية ذهبت إلى فيلم دعاء للمخرج محمد شيروان. شكرا للمهرجان القمر السينمائي في بصرة، وشكرا للجنة التحكيم على هذا الجائزة، وبالكردي زور سباس بو بصرة بجي سينما. وأخيرا تمنح جائزة المهرجان الأولى لفيلم التحريك الانيميشن جدار للمخرج علي هاشم.